كاش عندي الحق انني نفكر بنتي راجلي داري المغرب توحشت لا والو جيتي تري فوكس تري كونسونطري على الهدف ديالنا. اول مغربي يوصل لتحقق السومي دو موند. ميرسي. سلام واضح، معكم بوشابيبانو، مهندسة دولة في الاتصالات السلكية واللاسلكية، متزوجة، أم لطفلة ومتسلقة جبال عالمية. القمم اللي تسلقت هي قمة كليمانجارو اللي هي أعلى قمة إفريقيا، ثم قمة لومون بلون أعلى قمة في أوروبا الغربية، البروز أعلى قمة أوروبا اللي موجودة في القوقاز في سلسلة القوقاز، ثم أكونكاغوا أعلى قمة ديال أمريكا اللاتينية، دينالي أعلى قمة أمريكا الشمالية، كارستنز اللي هو أعلى قمة أقنوسيا اللي موجود في جزيرة بابوازينيوغيني قريبا، ثم أعلى قمة العالم اللي هو أعلى قمة آسيا إيفرست 8848 متر. الكود كور ديالي هي فاش تسلقت قمة كليمانجارو أنا وزوج ديالي حسين، فكانت تجربة زوينة أن راجلي يمشي معايا ويتسلق معايا أعلى قمة إفريقيا. تنقول لها شكرا على كل ما عطيتيني، لقاش من النهار الأول وهي كتعطي، كيف قلت لك معطاء ومعطاء في دارها قبل ما كتعطي البقا وكتعطي الكثير، تنقول لها شكرا وتنقول لها أنا كنبغيك بزاف. الفراز اللي تقدر تغيزيمي هادشي كامل هي اوزي غيفي، تجرأ انك تحلم اكيد غادي توصل.